أسعد الله صباحكم مشاهدينا أينما كنتم، صباح كل ما هو جميل، صباح جديد يأتيكم من القاهرة الإخبارية. يعني كالعادة هتكون موضوعات حلقة اليوم متنوعة، هنناقش فيها العديد من الملفات، والبداية هتكون مع شروق اللي هتعرفنا على حالة الطقس اليوم. صباح الخير شروق. صباح الخير فسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وفقرة جوية جديدة من صباح جديد. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نبدأ فقرتنا الجوية من حالة الطقس في عدد من العواصم العربية، وتحديدا نذهب إلى مصر في البداية، وتحديدا أكثر القاهرة والتي تشهد طقس العظمى 21 والصغرى تكون 12. أما في الرياض الطقس يكون غائم ومصاحب بالرياح، وتصل درجة الحرارة العظمى ل 22 والصغرى تكون 14. أما في أبوظبي واللي بتشهد طقس غائم كليا، تكون درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى تكون 20. وفي تونس تبلغ درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى تكون 13. أخيرا في الرباط تكون درجة الحرارة العظمى 21 وتكون الصغرى 10 درجات. أما عن درجة الحرارة في العواصم والبلدان العالمية فتكون البداية من لندن. إذن لندن تشهد درجات الحرارة العظمى بها 14 والصغرى تكون 0. أما في باريس فمن المتوقع سقوط أمطار، حيث تصل درجات الحرارة العظمى ل 13 والصغرى تكون 7 درجات. أما في موسكو فيسود طقس شديد البرودة على أغلب المناطق، حيث تكون درجات الحرارة 6 تحت الصفر للعظمى و13 تحت الصفر للصغرى. أما عن واشنطن فتسجل درجات الحرارة العظمى 8 والصغرى تكون 0. وأخيرا نذهب إلى بكين التي تسجل درجات الحرارة العظمى 4 درجات والصغرى تكون 4 درجات ولكن تحت الصفر. إذن مشاهدينا الكرام، التغير المناخي بلا شك أثر على كثير من الدول. كشفت دراسة علمية جديدة عن أن التغيرات المناخية المستقبلية في توزيع سقوط الأمطار في العالم ربما تشمل أكثر من ثلثي اليابسة، وبالتالي من الممكن أن تؤثر على حياة أكثر من 3 مليارات شخص، وهذا بسبب زيادة تساقط الأمطار أو الجفاف. التغيرات المناخية خطر يهدد الكرة الأرضية والعالم كله، تأثيرها لم يعد يقتصر فقط على المناخ بارتفاع درجة حرارة الأرض أو على المحاصيل الزراعية وحسب، ولكن امتد تأثير التغيرات المناخية ليهدد بتغير في خريطة سقوط الأمطار، وهو ما يمكن أن يتسبب في مخاطر عديدة لأكثر من 3 مليارات إنسان على كوكب الأرض. دراسة حديثة هي الأولى من نوعها نشرت في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز العلمية المرموقة، كشفت أن التغيرات المناخية سيمتد تأثيرها على توزيع سقوط الأمطار على العالم، وسيكون هذا التأثير على أكثر من ثلث اليابسة على كوكب الأرض، وستكون التأثيرات ما بين زيادة كبيرة في سقوط الأمطار أو ندرة في سقوطها مما يسبب الجفاف. الدراسة التي قام بها باحثون أستراليون استخدمت نماذج مناخية لمحاكاة أنماط هطول الأمطار المستقبلية، وأوضحت عدة مفاجآت، منها أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ستكون واحدة من المناطق التي سيتراجع فيها سقوط الأمطار بنهاية القرن الحالي، وأن المناطق القريبة من القطبين والمناطق الاستوائية في إفريقيا وأسيا ستكون أكثر رطوبة.
توصل العلماء إلى نتائجهم اعتماداً على بيانات 146 نموذجاً مناخياً يغطي التوقعات التاريخية والمستقبلية من عام 1980 إلى عام 2100. وأظهرت نتائج الدراسة أن كثيراً من البلدان ستواجه ظروفاً أكثر جفافاً في المستقبل، وأن البلدان الخمسة التي ستكون الأكثر تضرراً نتيجة تراجع تساقط الأمطار تنتمي لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي اليونان وإسبانيا وفلسطين والبرتغال والمغرب. مشاهدينا الكرام، لتوضيح المزيد عن تأثير التغير المناخي والاحتباس الحراري على سقوط الأمطار وأيضا انعكاس ذلك على سكان العالم، بينضم لنا من مدينة المانستير التونسية خبير التغيرات المناخية أحمد غديرة. صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا سيد أحمد. يعني في البداية، كيف يمكن أن يؤثر التغير المناخي على توزيع خريطة تساقط الأمطار على كوكب الأرض؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. أولا نريد أن التغيرات المناخية هي عامل طبيعي جدا، ولكن الإشكالية هي تأثير الأنشطة البشرية الاقتصادية التي تزيد من حدة الاحتباس الحراري. بالنسبة للأمطار، نحن لاحظنا على مستوى شمال إفريقيا حتى على مستوى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط أن هناك يعني يكاد يكون انعدام للمنخفضات الجوية ووجود كلي للمرتفعات الجوية التي تمنع هطول الأمطار في هذه الدول. بل لاحظنا أنه حتى في الضفة الشمالية، خاصة على مستوى فرنسا في الصائفة الفائتة، أنه مستوى نهر السان في باريس انخفض إلى معدل، إلى أن وجدت كتابات تقول أن هذا مؤشر شر، يعني مؤشر فقر على 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 هذه الدول. في الواقع الإشكالية في التغيرات المناخية خاصة في هذه الدول وفي هذه المنطقة، منطقة شمال منطقة البحر الأبيض المتوسط، أنه وتيرة التغيرات هي وتيرة سريعة جدا جدا، يعني لا 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 تجد الدول والمنوال الاقتصادي لأي دولة والبشرية في هذه المنطقة الوقت لتعديل وللتأقلم مع هذه التغيرات المناخية، لتعديل المنهاج الاقتصادي، لتعديل طرق الفلاحية. نعم. والتساقطات الغير منتظمة هي ليست الجفاف فقط، ليست يعني انعدام الأمطار فقط، بل نلاحظ كذلك أنه سنتواجه مباشرة مع أحداث مناخية متطرفة كالفيضانات. نعم. نستطيع أن نذكر الفيضان القاتل لمدينة درنة الليبية، وكذلك جفاف سوف ينجر عنه. نعم سيد أحمد، هذا ما أردت أن أسألك عنه بالضبط. كل هذه التغيرات التي تحدثت عنها وذكرتها تؤدي إلى تأثير بيئي ما، إذن ما هو تأثير بيئي إذ ما تغيرت خريطة سقوط الأمطار في العالم؟ وهل من الممكن مثل ما ذكرت في مناطق ربما أخرى أن نشهد جفافا في دول مطيرة وفيضانات في دول جافة؟ هذا هو بالضبط. يعني لن نعد نتكلم عن فصول منتظمة، عن فصول عاشت بها دولنا تستطيع أن تبني عليها منوالا اقتصاديا فلاحيا تنمويا للبشر. يعني نحن هنا هذه التغيرات المناخية ستكون لها تأثير مباشر على البشرية في هذه المنطقة. سوف نتحدث عن يعني على الأمن الغذائي، على الأمن الدولي. يعني على حسب النماذج التي تحدثتم عنها سالفا، هناك دول القريبة من الأقطاب، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ستكون فيها أكثر تساقطات بطريقة يعني بطريقة ملحوظة، وكذلك في الدول الأخرى سنلاحظ أن هناك مرور من مثلا على مستوى شمال أفريقيا، هناك مرور من مناخ شبه جاف إلى مناخ جاف، وانعدام كلي للتساقطات.
يعني الانخفاض سيشهد اكثر من 70% من تساقطات الامطار، ولكن كذلك هناك خطر وجود كوارث طبيعيه مرتبطه مباشره بالفيضانات ايضا في هذه الدول التي تشهد جفاف. نعم. هنا يجب على الدول الاستباق، يجب على خاصه دول شمال افريقيا، هي دول يعني سوف تكون لتأثير هذه التساقطات مباشرة عليها وبطريقة مكثفة، يجب أن تفعل، يجب أن تتصدى إلى هذه الكوارث الطبيعية، يجب أن تقوم بوضع استراتيجيات وخطط عمل للصمود أمام الكوارث الطبيعية من ناحية، ويجب كذلك أن تضع خطط عمل واستراتيجيات لتغيير المنوال الفلاحي، المنوال الاقتصادي بالطبع. الذي خاصة نحن يعني مرتكزين مباشرة على الفلاحة في المجال التنموي، يعني يجب أن تضع خططات التي تستطيع أن تتأقلم معها مع شح المياه الذي تعيشه منطقة شمال إفريقيا. نحن في منطقة شمال إفريقيا أغلبية الدول تعيش تحت خط الفقر. نعم من سيد أحمد غدير، أشكرك كثيرا على كل هذا التوضيح، وبالطبع سنناقش هذا في الأيام المقبلة. خبير التغيرات المناخية سيد أحمد غدير كنت معنا من المونستير، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، صباح جديد مستمر، ابقوا معنا. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. يسعد صباحك يا حلو، يسعد مكان بتنزلو، لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف بنسأله. Le bonheur vient de me dire bonjour, et pour moi c'est le plus beau des jours, sous le ciel bleu de Napoli. Je crois bien qu'il m'accompagnera, que jamais il ne me quittera, il sera mon meilleur ami. نستكمل باقي فقرات صباح جديد وجولة جديدة في عالم الصحافة، نتعرف فيها على أبرز ما تناولته الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية. البداية من صحيفة الوطن المصرية التي نقلت تصريحات الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، والتي قال فيها إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية. كذلك أيضا مشاهدينا، أن هذه أو ما طلبته مصر من الأمم المتحدة ومن محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67. قدمت مصر أيضا مذكرة للمحكمة، كما ستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 من فبراير المقبل. وللمزيد من النقاش حول هذا الخبر المهم ينضم لنا هاتفيا من القاهرة الكاتب الصحفي محمد أبو شامة المختص بالشؤون العربية والدولية. بداية صباح الخير يا فندم، ما أهمية تقديم مصر لمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وكيف ستساهم هذه المرافعة في دعم القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي؟ بداية صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة الموافقة المصرية والمذكرة التي تقدم بها أو تقدمت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية هو مسار جديد من مسارات دعم الشعب الفلسطيني ودعم الحق الفلسطيني. مصر بتقف وبتسانده
رغم ان يعني في كل الاحوال ان نتائج ما يعني تصل اليه محكمه العدل الدوليه ربما لا يكون ملزما لاسرائيل، لكن اثاره المساله مساله كلما جرى على الاراضي المحتله منذ عام 1967 مساله في غايه الاهميه. فتح الممارسات الاسرائيليه الاستيطانيه والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين وسلب الفلسطينيين لكافه حقوقهم مساله يعني اثارتها في هذه الايام بالتزامن مع جهود دولية وعربية ومصرية لإيقاف آلة القتال العسكرية أو العمليات التي تجري في غزة، أعتقد أنها يعني في توقيت بالغ الأهمية وتتوافق مع كافة الجهود المصرية التي تجري على كل المسارات لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته في محنته الكبيرة اللي احنا بنتابعها ربما في شهرها الخامس مستمرة معنا. المذكرة المصرية والموافقة القانونية اللي هتتم خلال اليومين القادمين بتأتي في سياق جلسات بتستمع إليها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بكل ما جرى من عمليات تغيير ديموغرافي حصلت في الأراضي المحتلة منذ عام 1967. ومصر أكثر دولة جديرة بأن تقدم رأيها و يعني موافعتها ووجهة نظرها في هذا الأمر، لأنها أولا كانت شريكة في هذه الحرب في عام 1967، ولأنها أيضا الدولة الكبرى في المنطقة التي ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل. فلهذا رأي مصر سيكون له أهمية كبيرة جدا، رغم وجود أكثر من دولة ستدلي برأيها الاستشاري في هذا الأمر، لكن مصر لها خصوصية مع إسرائيل سواء في الحرب أو السلام. ربما هذا ما يعطي مصر ثقل ومصداقية في رأي الذي ستدلي به في هذا. طبعا يعني بما أنك تحدثت عن الدور المحوري لمصر، فمنذ اندلاع الأحداث على الأراضي الفلسطينية قدمت مصر العديد من الدعم الإنساني لقطاع غزة خلال أيام العدوان، والآن تقدم مصر دعما قانونيا قويا. لماذا يأتي هذا القرار المصري المؤثر في هذا التوقيت تحديدا من وجهة نظرك؟ هل له دلالة معينة؟ الحقيقة الجهد المصري جهد مستمر ومتصل ولم يتوقف ولن يتوقف في دعم الشعب الفلسطيني، لكن المسار القانوني هو مسار ربما يكون مسار غائبا في فترات كثيرة من الصراع العربي الفلسطيني أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أنا آسف، لكن وجوده له أهمية كبيرة. ربما بعض يعني المحللين وأصحاب أن النزاعات الحماسية لا يوق جدوى حقيقية للتحركات القانونية والتحركات أمام المؤسسات الدولية، لكن حقيقة الأمر ده بالعكس انتصارنا كعرب يعني كدول داعمة للحق الفلسطيني في هذه المحافل الدولية وقدرتنا على طرح الحق الفلسطيني ومناقشته وانتزاع يعني مساحات في هذه المنابر الدولية المنابر الحقوقية من محكمة العدل الدولية سواء ما جرى في قضية جنوب أفريقيا أو ما يجري في هذه الأيام في 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 هذه الموافعات التي ستتم خلال الأيام القادمة أمام محكمة العدل الدولية، كلها إجراءات تعطي الحق الفلسطيني مزيد من المساحة أمام المجتمع الدولي لكي تظهر. ولكن حضرتك يعني قلت بأنها قرارات غير إلزامية وهناك حراك دولي كبير، برأيك متى يمكن الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال؟ لا هي مسألة أنها رغم أنها قرارات غير ملزمة لكنها تؤثر على إسرائيل. المجتمع الدولي عندما تصا هذه القضايا أمامه وعندما تدان إسرائيل على مستوى دولي كمستوى الأمم المتحدة على مستوى الجمعية العامة المتحدة والمحكمة العدل الدولية كلها أمور تؤثر بالسلب على إسرائيل حتى لو كانت غير ملزمة لها. المجتمع الدولي يتعامل مع هذه القرارات بجدية، ولكن ربما لا توجد قوة تضع إسرائيل عما تقوم به، لكن في النهاية توسع على رأي العام العالمي وأواج السادية العربية المصرية الفلسطينية عن الحق الفلسطيني أمام رأي العالمي مكسب كبير لا نستطيع أن نقلل منه، لأنه يؤسع على إسرائيل بطبيعة الأحوال ويؤسع على دعم الدولي لإسرائيل وعلى دعم المجتمعات الغربية لإسرائيل بكل الأشكال. فهي رغم أنها قرارات غير ملزمة لكنها معركة تستحق
وجهد نثمنه دائما للدول المصري الداعم للشعب الفلسطيني. قطعا هي معركة تستحق. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد أبو شام المختص بالشؤون العربية والدولية، وصباح جميل. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث هدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس بأن الحرب في غزة ستمتد إلى رفح إذا لم تستعد إسرائيل الرهائن بحلول شهر رمضان. كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقدم للقيادة السياسية في الأسبوع الحالي خطة مفصلة لاقتحام رفح في جنوب قطاع غزة. وإلى وكالة الأنباء الفلسطينية، حيث أعلنت 7 نقابات عمالية وطنية وأكثر من 200 نقابة عمالية محلية في الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل ائتلاف للضغط من أجل وقف إطلاق النار في العدوان المتواصل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. يقول الائتلاف إنه يمثل أكثر من 9 ملايين عامل نقابي، ما يمثل أكثر من نصف الحركة العمالية في الولايات المتحدة. وللمزيد من التفاصيل حول آخر تطورات الوضع في غزة ينضم إلينا هاتفيا من غزة الكاتب الصحفي أحمد الآغا. صباح الخير سيد أحمد، وفي البداية كيف ترى التهديدات المستمرة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية؟ صباح الخير لكم ولجميع السادة المشاهدين. لازالت التهديدات رفح منذ أسنة، وأيضا عندما صرحت أن رفح هي آخر معاقل حركة حماس ولا بد من دخولها. أعتقد لو ضمها مشاهدينا الكرام، يبدو أن هناك يعني بعض المشكلات التقنية في الصوت من المصدر. إذا كان معنا الكاتب الصحفي أحمد الآغا من غزة. في ظل الحرب التكنولوجية الدائرة بين الصين وأمريكا، خاصة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، سلطت مجلة فوربس الأمريكية الضوء على هذه المعركة في تقرير لها قالت فيه إن القيادة الصينية تواجه العديد من المشكلات الاقتصادية والمالية بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على الأعمال التجارية مع شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية. حلم تزعم الاقتصاد العالمي هو أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الصين جاهدة على مدار سنوات طويلة مضت، الأمر الذي جعل بكين تسعى إلى تكثيف جهودها في مسألة تطوير صناعة الرقائق الإلكترونية باعتبارها عنصراً جوهرياً يدخل في العديد من الصناعات الحديثة. في مقابل ذلك تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى إلى حرمان الصين من إحراز أي تقدم في تصنيع الرقائق الإلكترونية المتطورة بعدما حرمتها منذ عام 2021 من الحصول على الآلات الحديثة في هذه الصناعة. هذه المحاولات الأمريكية واجهتها الصين عن طريق استحداث أسلوب يتمثل في دمج وتطوير الآلات القديمة التي تمتلكها بشكل يتيح لها تصنيع الرقائق المتطورة، الأمر الذي مكنها بالفعل من تحقيق اختراق كبير في هذا المجال على مدار العامين الماضيين عن طريق تطوير رقائق بدقة تصنيع 7 نانومتر، فضلاً عن العمل على إنشاء خطوط إنتاج جديدة لتصنيع شرائح بدقة 5 نانومتر.
هذا الأسلوب الذي استحدثته الصين يعد مكلفاً للغاية من الناحية المادية، كما أن استخدام معدات قديمة لإنتاج رقائق متطورة ينتج عنه الكثير من الرقائق غير القابلة للاستخدام، ما يضع الصين أمام عائق كبير يثير تساؤلاً حول مدى قدرتها على مواجهته في المستقبل القريب. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت السيد رودي شوشاني، خبير التحول الرقمي. صباح الخير سيد رودي. بداية، يعني كيف ترى هذا الصراع الدائر بين الصين وأمريكا حول صناعة الرقائق الإلكترونية؟ وهل برأيك هي صناعة تستحق كل هذه الصراعات بين كبرى الدول في العالم؟ صباح الخير. أول شيء طبعا هي اليوم صراع منه ما لازم يكون هذا بالحقيقة، لأنه اليوم إذا نحن بدنا نكون عادلين بالعالم لازم كل العالم يكون عنده ذات الصناعة، خاصة إذا هن عم بتطوروا. هل يا ترى هي بتحرز أم لا؟ أكيد هون المشكلة الأكبر، من هو بيتحكم بصناعة الرقاقات خاصة بالمستقبل؟ هو راح يكون عنده التحكم العالمي الكبير، لأنه عم نحكي مش بس تجارة، مش بس صناعة، كمان عسكريا. بس هي صارت اليوم هذه الصناعة صناعة وجودية للدول الكبرى والتقدم العالمي بالاقتصاد وغيره وغيره وغيره. فاليوم تلاقي مش بس اليوم التحدي هو الصين وأمريكا، التحدي هو الدول العربية وخاصة السعودية اللي حطونا هن كوتا كمان قديش فيها تستحوذ من هالحرب الرقاقات. فمشان هيك شغلة كتير أساسية اليوم اللي عم بيلعب بهيدا العالم، لازم تلاقي حل لها، ما لازم تضل بهيدي الطريقة مسكرة، لأنه اليوم مين ما كان في يخترع، وعم نشوف نحن بعض الاختراعات اللي عم بيعملوها الصين بهيدا المجال والتقدمات فينا نقول بهيدا. نعم سيد رودي، كما قلت يعني هناك اختراعات وإنجازات تحققها الصين في هذا المجال مؤخرا، ولكن من هم المتضررين أو أبرز المتضررين من عدم يعني وفرة هذه الرقائق الإلكترونية؟ اليوم إذا بدنا نحكي نحن تطور، رح أعطيك مثل كتير بايخ. الصناعة الجديدة صارت موجودة بحيالة مكنة، حيالة ديفايس صارت موجودة، إن كان الكاميرا، إن كان البراد الذكي، أما إن كان ساعتك، أما إن كان الموبايل وغيره. واليوم نحن عم نتجه نحو عالم جديد، عالم بعصر الصناعة والثورة الصناعية الرابعة، ورايحين نحن بلشنا نسمع بالثورة الصناعية الخامسة، مدن الذكية مثلا. هول المدن الذكية بدها تكون مبنية على كذا شغلة، بيناتهم موضوعين، المعلومات والبيانات، وتنقدر نمكن هذا الموضوع نحن بحاجة لهالرقاقات لتقدر تقوي هذا الموضوع. صناعة الفضاء اليوم كلها مبنية على هذا الموضوع، صناعة السيارات، صناعة الغسالات، يعني ما حتى في اليوم بقى سيارات، ما في شيء بقى اليوم مش موجود فيه رقاقة. وبرأيك يعني ما العقبات التي تحول دون حسم الصين هذه المعركة لصالحها؟ اليوم طبعا في تحديات، ومثل ما بقولوا في دول متقدمه، اما هيد ستار اوريدي صار عندها، وهي الدوله الهولنديه هي اللاعب الاساسي بهذا الموضوع اليوم بالعالم كله. طبعا في شركه تي اس ام سي اللي هي التايوانيه، وكمان اللي هي رائده بهذا الموضوع. اليوم شركه اس ام اي سي الصينيه عم تحاول ترجع تجرب تشوف شو بدها تعمل، هي متأخرة بهذا الموضوع، صار لها 30 سنة عم تصنع لأمريكا، بس هيدول الرقاقات كانوا عم يجوا من تايوان وغير بلاد، يعني كانوا عم تصنع لهم كل شيء إلا هيدي الرقاقة. هلأ اليوم كان هني عندهم حصول على بعض الأدوات القديمة لصناعة الرقاقات، هلأ هني اليوم عم بيحاولوا يشوفوا شو بدهم يعملوا ويغيروها، وعم بيوردي عم بيغيروها، يعني كرمال تليفون هواوي اللي طلع آخر سنة الماضي كان في تعديلات لهيدول الرقاقات تقدروا يمشوا ويكونوا قوية، بس في خسارة كتير كبيرة لأنه عم يستعملوا نظم وخوادم قديمة
وتكنولوجي قديمه تيعملوا تكنولوجي جديده، واللي هو عم بتكون شوي فيها خساره من 40 ل 50% من الصناعه تبعها. سو شو يعني بطريقه غير مباشره؟ التكلفه طبعا بدها تطلع، بدل ما تكون الرقاقه مثلا حقها 100 120 دولار عم بيصير حقها 200 و220 دولار بالسوق الوطنيه، تقدروا هن يصنعوا مثلا بالموبايل مع التليفون وغيره وغيره. وضعت الفكرة. أشكرك من بيروت السيد جودي شوشاني خبير التحول الرقمي، شكرا جزيلا وصباح جميل. ومن وكالة سبوتنيك الروسية، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا إذا أراد الغرب ذلك، متسائلا إذا ما كان الغرب يريد فعلا القيام بحوار سلام بشأن أوكرانيا. في وقت سابق ذكر الإعلام الأمريكي أن مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا تحدثوا مع الحكومة الأوكرانية حول العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب، موضحة أن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة لبعض المسائل التي سيتعين على أوكرانيا التخلي عنها خلال المفاوضات مع روسيا للتوصل إلى اتفاق. وللمزيد حول هذا الخبر وغيره من أخبار الصحف الروسية ينضم إلينا الزميل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو. صباح الخير في البداية حسين، وبداية يعني لو تذكر لنا السياق التي جاءت فيه تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول انفتاح روسيا على الحوار والتسوية السلمية في أوكرانيا. نعم شروق، صباح الخير. دائما موسكو ومنذ بدء العملية العسكرية تؤكد على أنها منفتحة ومستعدة للحوار فيما يخص الأزمة الأوكرانية، لكنها أيضا دائما كانت تتهم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بأنهم هم الذين يرفضون هذا الحوار، وأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بحد ذاته هو أيضا أنشأ قانون أو قام بتوقيع على مرسوم بعدم التفاوض مع روسيا في ظل عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذن الرئيس بوتين أكد خلال لقائه مع بافل زاروبن أحد الإعلاميين الروس بأن موسكو مستعدة للمفاوضات، لكنه سأل هل كييف هي بالتالي مستعدة للمفاوضات أم أن الضغط الغربي والضغط الأمريكي بالدرجة الأولى هو الذي يدفع كييف لمواصلة الحرب ومواصلة أيضا استهداف المدنيين إن كانوا في الأراضي الروسية وإن كانوا أيضا في منطقة الدنباس والتي تعتبرها روسيا بأنها أصبحت أيضا من ضمن الأراضي الروسية نتيجة عملية استفتاء. يجب الإشارة هنا إلى أن موسكو بالدرجة الأولى بعد السيطرة على مدينة أفليفكا اتخذت هذه المدينة منحيين، المنحى الأول وهو أن هذه المدينة كانت تستخدم من قبل القوات الأوكرانية لاستهداف مقاطعة دونيتسك بشكل يومي عبر القذائف والقصف المدفعي. الآن بعد السيطرة الروسية على هذه المدينة أعطى بعض الروح المعنوية للجيش الروسي للتقدم أكثر في مقاطعة دونيتسك، إضافة أيضا إلى أن هذه المدينة من خلال السيطرة عليها تساعد الجيش الروسي على تقديم الحماية أكثر إلى سكان مقاطعة دونيتسك، إضافة أيضا إلى المعاني العسكرية والمعاني الاستراتيجية من خلال السيطرة على هذه المدينة. أما المنحة الثانية أو الدرجة الثانية من أهمية هذه المدينة وخاصة على الناحية السياسية هي انسحاب القوات الأوكرانية من هذه المدينة. النقطة الأولى وهي انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفديفكا قبل إعطاء الأوامر من قبل قيادة الجيش الأوكراني، إذن هناك عملية هروب من قبل الجيش الأوكراني، هناك عملية عدم تنفيذ للأوامر وانتظار الأوامر من قبل الجنود الأوكران لقيادتهم، وهذا ما نوهت عنه موسكو خلال الأيام القليلة الماضية. أيضا النقطة الثانية أو الخطوة الثانية وهي أن وقف الدعم الغربي وخاصة في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقف الدعم الغربي وتقليص المساعدات العسكرية إلى كييف أدت إلى ما
ما حصل في مدينة أفديفكا. إذن جميع هذه الخطوات وجميع هذه الأشياء تشير إلى أن الدعم الغربي هو الأساس في إطالة أمد الصراع. موسكو الآن بدأت تشعر أكثر بثقة بتنفيذ الأهداف التي أعلنت عنها في 24 من 2022، وأيضا موسكو أصبحت الآن تعلم جيدا على أن الإدارة الأمريكية، وفي ظل الأشهر المقبلة وتحديدا في ظل الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون مشغولة وستبتعد أيضا عن دعم القوات الأوكرانية ودعم النظام الأوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي. لذلك عملية توسع الجيش الروسي والسيطرة أكثر على مدن في أوكرانيا نسبتها عالية جدا، وخصوصا أن موسكو ستشهد انتخابات رئاسية خلال الشهر المقبل التي ستبدأ في 15 من مارس المقبل حتى 17 منه. نعم. لذلك الجميع يتوقع بأن تبدأ موسكو الانتخابات، تنهي عملية الانتخابات، ومن ثم يكون هناك هجوم روسي واسع على عدد من المدن الأوكرانية. وضحت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو. مشاهدينا الكرام، صباح جديد مستمر، ابقوا معنا. ملهمة في التغلب على الإعاقة جعلته رمزاً في الولايات المتحدة الأمريكية بل وفي مختلف أنحاء العالم. هو القاضي الأمريكي الكفيف ريتشارد بيرنستون، أول قاضي كفيف في محكمة ميشيغان العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. بيرنستون بخلاف يعني قصته الملهمة لأبعد حد، هو واحد من أكثر المدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء العالم. هو كمان دلوقتي يعني قدر، وبخلاف قصته دي، هو كمان واحد من أكثر المدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء العالم، وهو دلوقتي موجود في القاهرة في إطار جولة عالمية بتهدف للتوعية بحقوق ذوي الهمم. الحقيقة أنه ريتشارد بيرنستين هو أيقونة عالمية لتحدي الإعاقة. الحقيقة كمان إحنا دلوقتي بيسعدنا جدا أنه يكون معانا من استوديو القاهرة الإخبارية القاضي الأمريكي ريتشارد بيرنستين، وخلينا نستقبله بكل ترحاب. يعني أهلا بك وصباح الخير سيد ريتشارد، وفي البداية سعداء جدا بوجودك في القاهرة، ولو تحدثنا عن جولتك العالمية التي تقوم بها حاليا، وكانت القاهرة واحدة من محطاتها من أجل دعم ذوي الإعاقة تحديداً.
Yes. Well, first off, I have to أود أن أقول كم أنا سعيد وأحب القاهرة ومصر للغاية. إن المصريين لابد أن يفخروا ببلدهم، هذه الحضارة وهذا الدفء الذي يحظى به الناس هنا. إنها بلد رائعة، لا يمكنني أن أتخيل أن يكون هناك أشخاص بنفس الطيبة والروعة والجمال. لهذا أنا متحمس للغاية. نحن نعمل مع عدة منظمات ووكالات، ولكن تركيزنا الأهم ينصب عن كيفية أن نقوم بعمل حياة أفضل لأولئك الذين يعانون من إعاقات. بغض النظر عن ماهية هذه الإعاقات، نود أن يحظى الناس بحياة أفضل، وأن يتفهموا أن قوة هذه الإعاقة حين يعطوا فرصة. إذا أعطيت هؤلاء فرصة لأولئك الذين يواجهون تلك التحديات والمشاكل، فأنت تفعل هذا ليس فقط لأنك طيب أو أن هذا هو العدل أو الحق، ولكنك أيضا ستجد أن أولئك الذين لديهم إعاقات وأخذوا فرصة، فإن لديهم قدرة كبيرة ولديهم دافع وطاقة كبيرة للنجاح. وحين يحظوا بهذه الفرصة سيكونون رائعين ومساهمين بشكل بالغ في كافة أرجاء المجتمع المصري. وهذا ما نفعله الآن، نذهب إلى المدارس والجامعات ونقضي الوقت مع العائلات ونقوم بمقابلات مثل هذه، لأننا نرغب أن نعلم كل الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال من ذوي الإعاقة أن يتفهموا أن لا يجب أن يشعروا بالخجل، وأن يتفهموا كم الطاقة والقوة والفخر الذي يجب أن يحظوا به. نحن نعمل على تشجيع هذا ليحصلوا على قدرتهم وفرصتهم من أجل أن يخلقوا فرقا في المجتمع. أريد يعني أن أسألك عن فقدانك للبصر، وكيف حولت ذلك إلى نقطة قوة؟ بالطبع أنا ولدت كفيف. يمكنك أن تتخيلي أن كل الأمور تأخذ وقت أطول، فلأكون قاضيا أخذ الأمر العديد من الجهد، ولكن حين ترغب أن تكون قاضيا هذا يعني أن يجب أن أقوم بعمل مزيد من الجهد والمزيد من العمل، ولكن في النهاية أيضا ستحصل على مزيد من التقدير وتتفهم روعة الأمور أكثر. وأيضا إنه الأمر يعطي الكثير من القوة حين يكون لك مساهمة بالغة في حياة أشخاص آخرين. هذا يجعلني قاضي أفضل، لأني لا أستطيع أن أرى الناس، وحين لا أستطيع أن أراهم لا تستطيع أن تعطي أحكاما مسبقة. إنك لا تقوم بإعطاء هذه الأحكام المسبقة، لا تنظر كيف يظهروا، لا تنظر إلى كيف يرتدون، لا تنظر إلى أي شيء إلا قلوبهم. أنت فقط تنظر إلى روحهم، أنت فقط تتفهم تلك الطاقة التي تخرج منهم، أنت فقط تتفهم هذا الشخص، ليس هذا الشخص وما يرتدي. هذه هي الحالة التي أعيشها. حين يأخذ من الله أحد الحواس يعطينا قوة أخرى وقوة كبيرة في حواس أخرى. حين أنظر إلى هذه الأمور بهذه العاطفة وهذه المشاعر وتلك المشاعر الدفيئة، هذا يزيد من الرحمة التي يحتاجها هذا المنصب، بأني أستطيع أن أتفهم هذه المعاناة. وحين يعاني أي شخص كفيف مثل هذه الصعاب، يجعلنا هذا نتفهم كيفية هذه المشاعر وكيفية يمكننا أن نتغلب عليها كل يوم. صحيح، سأتحدث معك عن كونك قاضي كما تحدثت، وهذه هي المرة الثانية لك. لو تحكي لنا عن خطواتك والتحدي الذي خطوه لتصبح أول قاضي كفيف في محكمة ميشيغان العليا الأمريكية، وتحديدا أن يعني هذه الولاية بها العديد من الجنسيات المختلفة وبها يعني العديد من القواضي أيضا المختلفة، فكيف تحكم وكيف يعني تستغل هذا الموضوع؟
إن هذا سؤال رائع للغاية. في ميشيغان نحن نقوم بانتخاب القضاء. من الرائع أيضا أن الشعب في ميشيغان قد سمحوا لي بأن أحذو بهذه الفرصة. قالوا أننا نريد شخصا لديه معاناة حقيقية أو إعاقة حقيقية ليمثلنا في المحكمة العليا، لأنهم يتفهمون ويقدرون تلك المعاناة، يتفهمون تلك الصعاب والمشاكل، ومن خلال هذا التقدير والتفاهم يمكننا التواصل بشكل بالغ، ويكون هناك وعي كبير لكيفية مجابهة تلك الصعاب والمشاكل في الحياة. ومن الرائع أيضا لكوني قاضي أني لا أستطيع أن أقرأ أو أكتب، لذلك يجب أن أحفظ كل تلك الأمور. فلدينا حوالي 25 قاضية نحن مسؤولين عنهم، وأنا لا أستطيع أن أكتب، ولا طريقة بريل في الواقع ليست مناسبة مثل هذا الأمر، لذلك أنا أستخدم قدرتي على الحفظ حوالي 25 قضية كل أسبوع. حين يقومون بإعلاني عن القضية أنا أستطيع أن أحفظها وأتفهم تلك المشاكل الأساسية الخاصة بها. ذلك بالطبع يجب أن أقوم بمزيد من العمل والجهد، ولكن في النهاية تلك العملية التي تجعلني قادرا على التفاعل مع هذه القضية وأن أقوم بالحكم المطلوب. وأظن أن هذا ضروري من أجل أن تسير المحكمة بالشكل المطلوب. الأمر لذلك أحاول أن أقوم بفعل هذا بأفضل شكل ممكن، لأن لا يوجد بدائل لهذا، لا يوجد أي خيارات أخرى، لأن الناس يحاولون طوال حياتهم أن يكونوا ويحظوا بالعدل، وهناك أشخاص سوف يخسروا أطفالهم، وهناك أشخاص سوف يتعرضون لمشاكل كبيرة لها علاقة بالبيئة وغيرها. فيوجد العديد من الأمور التي لها علاقة بحياة الناس في ميشيغان، لذلك فإن لابد أن أؤدي وظيفتي كقاضي بأفضل شكل ممكن، لأن الأمر يتعلق بحياة الناس، وأن هذا سيؤثر، قراراتي ستؤثر على حياتهم بشكل بالغ. سيد بيرنستون، يعني إلى جانب حياتك داخل أروقة المحكمة هناك قطعا حياة أخرى خارجها مليئة بالتحديات، لو تحكي لنا عنها، خاصة وأنك مهتم بالمشاركة بالماراثونات وشاركت في عدد كبير جدا منها. نعم بالطبع، أنا أحب كثيرا مصر كما قلت لك، لذلك ربما تكون هذه من قمت بعدة زيارات سابقة لمصر، ولهذا أحب أن أقوم بعمل برامج لأولئك الذين منهم من ذوي الإعاقة من أجل أن نقوم بتعزيز فرص التعليم لهم، لأولئك الذين لديهم احتياجات خاصة، وأن يكون هناك فرص مختلفة لهم. ولكن أحد تلك الأمور التي أرغب في عملها أنني قمت بعمل 26 ماراثون إلى حوالي 26.2 ميل، أي ما يزيد عن 40 كيلو متر. أعتقد أن هذه كانت مسابقة تسمى أيرون مان، أي الرجل الحديدي، حيث كان ماراثون مليء ما يزيد عن 200 دراجة، ويجب أن نقوم بفعل هذا دون توقف ودون راحة ودون أن نحسب أي راحة. لذلك حين يرى الناس كل هذا تذكروا، تخيلوا أنكم تقومون بالغطس في مياه ولا تعلمون أين أنتم وإلى أين أنتم ذاهبون، أن فقط المتسابقون يقومون بفعل هذا هم من المكفوفين. تخيلوا أن تقوموا بفعل هذا وسط كل هذا وسط كل هؤلاء، وأنتم تشعرون بهذه المشاعر الكبيرة، وأنتم تتواصلون مع قائدكم وكأن هناك طرف من الخيط تتواصلون به مع من هم فوق السطح، يخبرك أين تتحرك لأنك لا تستطيع أن تحظى بهذا الأكسجين. وحين تشعر بالمعاناة فإنك تحصل على مزيد من التواصل مع من يعطي لك هذه الإرشادات. نعم يوجد معاناة
يجب أن تحظى بهذه المعاناة حتى تكبر وتكون أفضل. ونفس الأمر بالنسبة للدراجة، حين تقوم بهذا السباق لأكثر من 12 ميل تسأل نفسك لماذا تقوم بفعل هذا؟ ماراثون يوجد بها أكثر من 44 كيلومتر، لماذا نفعل هذا بهذا الخطر؟ تسأل هذه الأسئلة، لماذا نشعر بهذا الألم؟ وأفعل هذا لأنه من المهم لي أن أدرك كم هذا من نعم. السيد ريتشارد، يعني بعد ما تحدثت به من إلهام وإصرار وشغف ونجاح، ما هي الرسالة التي تود أن تقولها لكل مشاهدين الآن، سواء من ذوي الإعاقة أو حتى ممن يتعاملون معهم؟ بالطبع، الرسالة التي أود إرسالها، إذا كان لديك مدرسة أو إذا كان لديك فرصة تعليمية أو كنت مدير أو صاحب الشركة، نود منك أن تعطي فرصة لأولئك من ذوي الإعاقة. إذا كنت تدير شركة، قم بتعيين أحد من ذوي الإعاقة. إذا كنت في نفوذ أو في سلطة في إحدى الجامعات، أعطي فرصة لأصحاب الإعاقة. ولكن الرسالة الأهم التي أود أن أشاركها معكم، إذا كنت أم أو أب، من فضلكم اعلموا أنكم إذا كان لديكم طفل من ذوي الإعاقة، بغض النظر عن هذه الإعاقة، فإنهم سوف يقومون بتحطيم أي توقعات، سيقومون بعمل أمور عظيمة، سيكون لهم تأثير وأثر كبير، سيحصون بهذه الفرص الرائعة. لا تشعرون بالخجل إذا كان لديكم طفل من ذوي الإعاقة، لا تشعروا بأي خجل من تلك المعاناة، لأن الحياة سوف تصبح أفضل، وسوف يكون هناك المزيد من المساهمة الذي سيحظى بالتأثير بها. ونحن هنا اليوم للعمل مع العديد من الناس من أجل الحصول على تلك المزايا ولعرض تلك الحالات والمصادر لأولئك من ذوي الإعاقة الذين قاموا بعمل هذا الأثر البالغ. أشكرك شكرا جزيلا القاضي الأمريكي ريتشارد برنستين على تواجدك معنا وعلى هذه القصة الملهمة المليئة يعني بالبهجة والإصرار والشغف والنجاح. وأيضا أريد أن أشكرك على رسالتك لكل أب ولكل أم يواجهون هذا التحدي، ولكن يعني رسالتك بالطبع وبالتأكيد ستؤثر فيهم. شكرا لك، شكرا جزيلا مرة أخرى. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من صباح جديد. غدا في تمام التاسعة صباحا حلقة جديدة، كونوا دائما معنا.